السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم يا شباب؟ أهلا بكم يا جماعة الخير في مقطع جديد، حياكم الله جميعا. الحلم المفقود، الحلقة رقم كم؟ والله وصلنا كثير. لا ما شاء الله، لا داعسين داعسين في السلسلة يا أخوان، والحمد لله والله ولك الحمد. أشعر بحماس ورغبة شديدة على أني أكمل في هذه السلسلة حتى نصل إلى هدف. على أي حال يا أخوان، هذا تيشيرت فالنسيا زي ما أنتم شايفين، يعني من الأمور الطيبة إن شاء الله. الكابتنية جبتها في حال أنه يعني أنا والله أستحق الكابتنية لأني لاعب أقوى لاعب. تذكير يا أخوان، راح نلعب ضد ريال بيتيس، أوكي، بعدين ريال مدريد، بعدين راح نلعب روما وريال سوسيداد. هذه تقريبا المباريات المتاحة أمامنا، 1 2 3 4 5. أنا بعد المباراة الخامسة يا شباب يجيني مغص في كبدي، استغفر الله، يعني أطفش يعني وما ودي أكمل. ولا أنا والله إني مقدر إنكم متحمسين، ومقدر إنكم يا جماعة تبوني أطول الحلقات. يعطيكم العافية، لا تنسون اللايك وخلونا نخش في التفاصيل. شوفوا جبنا إيه في التدريب الأول، التدريب الثاني A، يا عيني حتى التدريب الثالث A برضو A. اوكي، كل التدريبات A مع تدريب واحد اللي هو الركلات. لأن طبعا حققت هدف واحد من الثلاثة أهداف اللي أعطوني إياها، فاضي لكم أنا. يظهر لمسة على التهديف أحمد. أنا أوه لياقتي تعبانة يا أخي. المباراة الذهاب انتهت 1-1 يا أخوان. عين العب لي حلوة. يا سلام، يلا يلا تعال روح، يلا كبير، يلا كدوك بي، يلا رفع لي. لا هيوه، لا كيف معرق في الثلج يا ساتر. لا كم ودفع بطول حبة شواية. الآن ما هي مستوى، تكفى. يلا العب 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 العب. عيني عيني ما اقدر، بلي اليسار بلي اليسار ما اقدر. يلا احمد ايش فيك؟ يلا حلو حلو باص حلو، يلا كمل. اوه يا الله، يلا احمد، يا والله الحارس تكفى يا ساتر، الحارس كلب. ايوه تمحور اللعب كمهاجم اكثر على تسجيل الاهداف. ديبو تسكول باسبور البورتي نيفيل، فادنا تسجيل الهدف خارج ارضنا يا جماعه وتاهلنا. ما ادري من المتاهل من اتلتيكو مدريد وريال مدريد. يا اخوان راح نلعب ضد ريال مدريد الان، يا ساتر يا ساتر. اعطاني مهام، قالوا لي لازم تقييمك يكون فوق 7 وسجل هدفين واساعد مره. ريال مدريد صاحب المركز الاول ب 57 نقطه، واحنا صاحب المركز السابع ب 37 نقطه. واقول لكم يا شباب يلا المباراه القادمه يا اخوان، ليتس جو. احبتي في كل مكان، اهلا بكم في المباراه المرتقبه ضد ريال مدريد. بالنسبه لنا فزنا ولا خسرنا ما يفرق، لكن راح يفرق معنا الفوز على ريال مدريد، لان مدريد فريق قوي. يعني اسحب بفران. ها تكفى احمد، يو هذه اول فرصه ضاعت. يعني اسحب تكفى احمد، الله يقلع فران كبير. يا ساتر هذا كورتوا، سلام روح كبير، رجع لي. خلاص قتلت الهجمه، قتلتها. تعال حلو، تعال رجع لي. ها يمدي، ما عليه احمد، ما عليه ما عليه ما عليه ما عليه ما عليه. اوه هنتر يا شباب رقم 99 هذا، الله يقلع شك، شكله قوي، الله يستر منه. ايوه ارفع، يلا احمد، الله يقلع فران في كل مكان ناشب. اوه ماي جاد يا ساتر، شفتوا يا عيال؟ الله اكبر تكفان. يلا سلام حلو، العب يا عيني. خلاص خلاص خلاص، ها يلا ها يلا احمد، يو روح كبير، يلا والله دفاعه قوي. كبير حارسنا، يلا يا شباب يمدينا وربي. سلام على الله، سلام يلا احمد. لا وش ذا الشوطه، عندنا مباراة قوية ضد روما على أرضهم صح؟ هم المستضيفين ولا؟ ما نبغى نفرط لا بالكاس ولا زي ما قلت لكم بالدوري الأوروبي، هذه الثنتين ما نفرط فيها، أما الدوري قد خلاص. والله مدرب أحتاج راحة والله. هذا هو سبب سقوط المستوى.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين أهلا بكم في مباراة قوية، مباراة ثقيلة. Let's go. يلا 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 العب يعني يا كل بلنتي. يس بلنتي بلنتي. يلا يا كبير يلا. الله ياخذ الحظ يا أخي. يلا يلا أحمد تكفى عوضنا. يا السلام عليك عوضكم. لا لا ما عوض أحد لكني إيه let's go. يلا إيش الشوت وحشة والله. إيش السمات هذه. لا تكفى عيال. العيد العيد إلا العيد. لا لا خشوا وراكم تتفرجون في الرجال. الله ياخذكم وراكم تتفرجون فيه. لا 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 صل على النبي صل على النبي عيال. هد 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 هون. يلا يلا يا احمد يلا يا احمد يلا 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 ها ها يلا يا كبير. يا سلام عليك يا باس كبير يا اسطوره. ايوه يا اخي والله معليش يا مدرب والله لا تريحني. ها اختار المدرب هذا كار هذا يا اخوان. هذا هذا تعذيب. هذا والله بطلب منه يريحني. لا 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 ماني جاهز. 9 مباريات 7 اهداف 6 مساعدات او اسيستات. اليوروبا ليج يا اخوان اكثر لاعب مسجل 13 جول. اللي طبعا انا مالي مركز. يلا يا اخوان مباراه الاياب حندخل مرتاحين مروقين. ليتس جو. يلا على بركه الله اخوه الايمان. هيا بنا يلا يلا تكفى كمل. لا خش يا شيخ صح. ما في شيء ما في شيء ما في شيء ما في شيء ما في شيء. يلا يلا زه يلا يلا يو عد 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 عد. ما راحت الكره ما راحت. ها يا سلام. ايوه سلامات سلامات. والله يا بارترا والله ما كنت اقصد. هو طاح تعور شباب. انا ما يا اخي الشوط الاول ده. او ماي جاد اكثر شوط بيض لعبته في تاريخ السلسله. روح يا مجنون. يلا تعال تعال تعال. يلا يا كبير. لا يا اخي كذب يا اخي. ايش ذو. يلا يا كبار تعال هنا. يلا يا حبيبي انتظر شويه. انتظر انتظر انتظر. لا انتظر يا اخي يا جلطه. يلا احمد تكفى لا تشوف براسك. شوت والله جلطه. اتلتيكو مدريد تاهل. حنا تأهلنا. طيب القرعة الجاية ايش تقول؟ فالنسيا ضد مين؟ خلينا نشوف. فالنسيا ضد بي اس في يا اخوان. والله نادي قوي نادي ممتاز. طبعا انا من يوم ما جيت اسبانيا يا اخوان وانا ما صرت افضل لاعب في الشهر. الوضع سيء لازم نشد حيلنا. لازم نلعب ضد جيرونا ولو انه فريق ضعيف لكن شكلي بلعب شوط واحد لانه الوضع ما يأهل. يلا يسار ولا مو يا اوه حركة نجمة مها. اوه 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 زادت المهارة عندنا. حلو حلو اوه فتحنا انجازات كثيرة يا ولد. كبير يا بوتينج. يلا الله وحوش وحوش وحوش. يلا 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 يا سلام يا سلام يا سلام. يلا احمد السرجل يا اخي السرجل يا اخي. يلا الله يرحمه يا الدوري السعودي. اي شوت هدف. لا لا سلام عليك خلاص. خشي تدرون انا لازم اتربع. يلا احمد ها. خلاص انا قريت بالله سجل. خلاص انا ما بسجل خلاص. ايوه يا اخي وحش وحش يا اخي صح. جتني اصابه يا ساتر. جتني اصابه يا ولد. يا سلامات يا احمد سلامات. والله ما تشوف شر ما تشوف شر يا ولد. تخيل اه راح راح شد. اه كان شد عضلي مو المحاولة شرف يا شباب. والله حاولنا نسجل لكن اقسم بالله الدوري الاسباني قوي. اضعف المتابعين قال لي احمد ايه ما في ولا مباراة ضعيفة في الدوري الاسباني كله ما قوية. والله انك صادق. لعبنا ضد ريال بيتيس ريال مدريد. روما رايح جاي. الحلقة القادمة راح نلعب ضد ايبار وبعدين راح نلعب ضد اسبانيول بعدين اشبيلية.
بعدين راح نقافل ذا الفريق غرناطة، آخر مباراة في الدوري ضد برشلونة، وآخر مباراة في الموسم ضد ريال مدريد على الكاس يا أخوان، حتكون مباراة في هذا الوقت في هذا التاريخ في نفس هذا الشهر. إذا حال وصلنا لنهاية الدوري الأوروبي يا أخوان راح برضو تكون مباراة هنا. طابع الملل برضو أنتم ما تملون، أكيد تبغون مباريات قوية وأنا متفهم هذا الشيء، في نفس الوقت ما نبغى نسوي سكيب للمباريات عشان إحنا نستفيد. ممكن قبل التسجيل يعني مثلاً ألعب لي مباراة مبارتين، مع إني أشوف إسبانيول وإشبيلية مباراتين قوية، رحت الفرق اللي بينه وبين ريال مدريد ثابت تقريبا من يوم ما انتقلت للدوري. يعطيكم العافية على المتابعة، إذا كان عندكم أي اقتراحات أضيفوها لنا، وإذا استمتعت في هذا المقطع لا تنسى تضغط زر اللايك، إذا حابب تشترك معنا في القناة وما كنت مشترك زر الاشتراك راح يكون تحت الفيس كام مباشرة، تضغط عليه راح يخليك تشترك. نراكم على خير يا جماعة. السلام عليكم.